بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم تقبل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل هذا العمل علما نافعا ينتفع به وارزقنا أجره في الدنيا والآخرة، اللهم تقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم على البيرن بطريقة سيمبليفايد، اللي هو حاجات مبسطة كده عن البيرن وانت بتتعامل معاه في التروما، لان في تسجيل تاني جوه البيزك تروما كورس هنشرح فيه ازاي بنتعامل مع البيرن بصفة عامة، لكن انا هنا هقول شوية كلام مش موجود جوه البيزك تروما كورس، شوية معلومات عن البيرن. اول حاجة، انا لما باجي افحص مريض بيرن لازم افحصه في منطقة في اوبن سبيس، ما ينفعش اروح افحص مريض في حالة بيرن في المكان اللي هو اتحرق فيه، بشوف هل في اني توكسيك برودكت، هل في اي مشكله في الريسبيريشن، يعني انا بتعامل مع مريض البيرن برضو كانه مريض تروما، بشوف الاي بي سي، بشوف الاير واي والبريسنج والسيركيوليشن والكلام اللي احنا عارفينه ومتفقين عليه، بشوف هل المريض ده اتعرض لكربون مونو اوكسيد بويزنينج، يعني جات له حاله تسمم ولا لا. بعد كده خلاص هفحص المريض بقى كفحص بيرن، انا بعمل حاجه اسمها بودي سيرفيس اريا، اللي هو استيميت ذا بودي سيرفيس اريا، اللي هو البي اس اي، اللي احنا بنسميه حاجه اسمها رول اوف ناين، اللي هو القانون بتاع ايه، التسعه. طبعا احنا عندنا لما في حاله الادلت احنا عندنا الراس بتمثل 9%، الارم بيمثل 9%، الباك بيمثل 18%، الفرونت بيمثل 18% اللي هو منطقه الشيست ومنطقه الابدومن، الرجلين بيمثلوا 18% وفي 1% بيمثل البرينيه. بالنسبة للتشايلد الحكاية بتختلف شوية، لأن الهيد بتبقى بدل ما هي 9 بتبقى 18% من منطقة الحرق. طب احنا عايزين بعد كده نحدد ايه هو الدبس بتاع البيرن، يعني الحرق ده او البيرن ممتد قد ايه. عندنا الفيرست ديجري بيبقى ايه، هي المنطقة المحروقة، بيبقى الابيديرمس بس، وبيبقى ريد وبينفول، زي مثلا واحد مشي في الشمس شوية او اتعرض لشمس حارقة، فبيبقى عنده الليجن بيبقى في الابيديرمس وبيبقى الجلد بتاعه محمر وبيوجع. تاني حاجة السكند ديجري، السكند ديجري في عندنا منها نوعين، سكند ديجري اوف بيرن، في سكند ديجري سوبرفيشال وفي سكند ديجري بتبقى دي. السكند ديجري سوبرفيشال او السوبرفيشال سكند ديجري بيبقى الابيديرمس معانا والسوبرفيشال ديرمس، يعني بيبقى مع الحاجات اللي انا هلاقيها، هلاقي ايه، ريد وويت وبينفول وممكن الاقي فيه بلاسترز اللي هي فقاقيع كده. طيب الديب سكند ديجري هلاقي الابيديرمس والديب ديرمس مضروبين، فهلاقي الجرح بيبقى او المنطقه المحروقه هتبقى وايت لونها ابيض ودراي وبتبقى فيري تندر. الثيرد ديجري بيبقى ضرب الابيديرمس وكل الديرمس، فبلاقي بقى وايت ما ببقاش تندر بقى خلاص، لان هو دمر كل الاعصاب، وممكن الاقيه يعني بيبقى تشيرد كده اللي هو تحس ان هو بقى بدا بيبقى متهتك. الفورس ديجري ده معناه ان هو حرق الديرمس والابيديرمس وحرق كمان المصل وحرق الفشه، ودوت بيبقى ريد وبينفول. يبقى ايه الفرق ما بين الثيرد ديجري والفورس ديجري؟ حكايه الوجع، في الثيرد ديجري هو ضرب الديرمس فدمر كل النيرفات فما عادش فيه احساس، فبيبقى نوت تندر. طبعا مش معناها ان الانسان ما بيبقاش حاسس ولا حاجه، العذاب بتاع النار دوت اللهم احفظنا بيبقى عذاب رهيب، بس بتكلم في الحته اللي فيها الوجع نفسه، بتبقى ايه ما فيش فيها وجع قوي، لكن حواليها طبعا في وجع جامد. الفورس بيبقى ريد وبينفول. نعيدهم تاني كده بسرعه وبطريقه ابسط، الفيرست ديجري بيبقى ضرب الابيديرمس بس، بيبقى الحاجات اللي انا هلاقيها هلاقي ريد وبينفول. السكند ديجري هلاقي في هو ضرب في منه نوعين، السكند ديجري سوبرفيشال ودي، السوبرفيشال ضرب الابيديرمس والسوبرفيشال ديرمس بلاقي ريد وويت وبينفول بلاستر. السكند ديجري الجزء اللي هو الديب، يعني الديب سكند ديجري بيبقى الابيديرمس والديب ديرمس اتضربوا بيبقى وايت ودراي وتندر بيرن. الثيرد ديجري بيبقى الابيديرمس وكل الديرمس اتضربوا بيبقى فيه وايت ونوت تندر. الفورس ديجري بيبقى ضرب الديرمس والابيديرمس وضرب المصل والفشه بيبقى ريد وفيري بينفول. طب انا كتريتمنت بعمل ايه للعيان؟ اول حاجه في حاجه اسمها بري هوسبيتال تريتمنت، انا بعالج المريض قبل ما يروح المستشفى. اول حاجه ان انا ممكن اديله انترافينوس فلويد، بديله اكسجين عالي بنسبه 100%، بشيل المريض من المكان اللي فيه الحرق،
بحاول اعري المريض وبشيل من عليه الهدوم، مش ان انا اخلعه بقى الهدوم والهدوم وهي طالعه من على منطقه الحرق تقوم مجرح، لا انا بجيب مقص واقطع الهدوم، بحاول ان انا اغطي منطقه الحرق بدريسنج نظيف ومتعقم، بعد كده بحط الميه، بحط الانسان او الجزء المحروق ده، يعني هو محروق في ايده، بحط ايده تحت رانينج ووتر، ميه عاديه، ما بحطش ميه ساقعه او ثلج مجروش، لا بحط رانينج ووتر، بخلي ايده تفضل محروق او الجزء المحروق يعني يفضل تحت الميه لمده 10 دقائق لحد ما البين يخف شويه والبين يقل. تاني حاجه، في ناس او في دكاتره يعني تجميل بيقول لك ايه البلاسترز او الفقاقيع ديت انت ما تجيش شمتها وما تفرقعهاش، وفي ناس بيقول لك فرقعها وافتحها وفضل اللي جواها، بس هو غالبا احنا بنفضل ان احنا ما نفرقعش البلاسترز ديت وبنسيبها. بعد كده طبعا الوجع بتاع البيرن اللهم احفظنا بيبقى وجع رهيب جدا وفيري بينفول، وبيبقى المريض اريتيتد وبتبقى حالته صعبه، فانت لازم تديله حاجه مهدئه وتديله بين كيلر، تديله حاجه بتقتل الالم. بعد كده تشوف بقى هل المريض دوت هتغير له على الجرح بايه او هتحط له ايه، ممكن تحط استرايل فازلين، ممكن تحط عليه دواء زي المرهم بتاع الدرمازين وبتحاول تغير له عليها. طب امتى بعمل ريفير للحاله بتاعه البيرن؟ احنا عندنا لو الحرق كان جاي في الاطفال اكتر من 10% ده بتحوله، لو حرق في الكبار اكتر من 15% بتطلب ريفير. اي بيرن او اي حرق بيؤثر على الفيس سواء الاي او الاير او النيك او حاجة في الوش ده لازم تطلب ريفير، لأنه بيبقى عايز دكتور تجميل. طبعا انت هتعمل مانجمنت للحالة في الأول لحد ما تحول، واللي هو هتديله مسكن، هتبدأ تحط له مية على الجرح، تغير له عليه الكلام الظريف ده، لكن انت مش هتتعامل معاه ولا هتعالجه حتى لو كان جرح بسيط، ده بتبعته لدكتور تجميل. لو كان جرح في الهاند او في الفوت او في منطقة البرينيوم برضك ما ينفعش انت تتعامل معاه، ليه؟ لأن لو جرح في الايد ممكن يهيل بفايبروزز، فبيبقى عايز جرافت، لان هو لو ايده اتحرقت وحصل فيها هيلينج بفايبروزز وكده خلاص هو هيبقى ايده ديت كانها بقت معاق لانه مش قادر يحركها ولا يستعمل. رجله برضه نفس الحكايه، لو في الفوت هتبقى مش ما عادش قادر يمشي، فده لازم يروح لدكتور تجميل. الكيميكال والالكتريكال وبيرن ده برضه بيحتاج يتحول وريفير. ممكن برضو يبقى احول مريض جاي لي بحاله حرق لان هو عنده مشاكل تانية، يعني هو محروق ومعاه سوفت تيشو تروما ومعاه فراكشر ومعاه هيد انجري عنيف، فده بيتحول. طيب لو انا اتلاقيت بقى المريض اللي عنده بيرن ده عنده مشكله طبيه بيبقى وضعه اسوأ في العلاج، زي المريض اللي عنده ديابيتس واتحرق، اصلا الديابيتس بيبقى عنده نيوروباثي وبيبقى عنده مشاكل كتير جدا، والبيرن دوت بيدخله في ستريس، فطبعا انت ما بتقدرش تعالج المريض بتاع الديابيتس لما بتحرق، انت مجرد بتعمل ايه تروما مانجمنت بس، بعد كده بتحوله، سواء بقى كان المريض عنده ديابيتس او هارت ديزيز او عنده اي مشاكل ثانيه. طب ايه هو البروتوكول او ايه هي الحاجات اللي احنا بنمشي عليها كملخص بقى في حاله البيرن؟ اول ما بيجي لي مريض بيرن اول حاجه باخد هيستوري، اتجرحت ازاي، اتحرقت ازاي، ايه السبب، ده برضو بيوضح لي حاجات كتير، وايه هو سبب البيرن لان هو هيفرق معايا في العلاج. بعد كده بعمل له فيزيكال اكزامينشن، فحص عادي للمنطقه المجروحه زي ما اتكلمنا قبل كده او المنطقه اللي فيها بيرن، بشوفها وبشوف ايه المشكله. بعد كده بعمل استيميشن للبادي سيرفيس اريا عن طريق رول اوف ناين، وبشوف المنطقه المجروحه او المنطقه اللي فيها البيرن ديت بتمثل كام في الميه. بعد كده بعلق له فلويد، بديله اكسجين، بشوف بشيل من عليه الهدوم اللي مغطيه الجرح بقى عن طريق ان انا بقطعها، بغير له على الجرح بحاجه نظيفه. كمان ممكن نديله بين كيلر او ادويه بتسكن الالم. بعد كده بشوف الدبس بتاع البيرن، هل هو فيرست ديجري ولا سكند ديجري. لو فيرست او سكند ديجري ده انت ممكن تتعامل معاه ببساطه، ان انت ايه بتحط له لوكال انتيبيوتيك على البيرن، ممكن تدهن له فازلين او درمازين، بتدي له برود سبيكترم انتيبيوتيك بتخليه يغير على الجرح. طب لو كان سكند ديجري ديب تايب او سيرد او فورث ديجري ده لازم يتحول، مجرد بس انك بتغير له على الجرح تغييرات بسيطه وبتطلب راي دكتور التجميل هو اللي بيجي يفحصه. في شويه مشاكل مهمه قوي في المريض اللي بيبقى عنده بيرن لازم تاخد بالك منها. اول حاجه لو كان البيرن في الفيس،
او في الايد او في الرجل او في البرينيوم، ما ينفعش تشتغل انت معاه مجرد بس انك بتغير بصلاين او بوتر وكلام من ده العادي. ده اول نقطة. تاني حاجة، ان المريض اللي بيبقى عنده بيرن ممكن يخش منك في هايبوفوليميا، فلازم تعوضه بفلويد، فبتديله فلويد. كمان لازم ياخد برودو سبيكترم انتيبيوتيك، ولازم تغطي منطقة البيرن ديت بحاجة كويسة وتبقى حاجة نظيفة. كده احنا خلصنا سمبليفايد نوتس اباوت البيرن. اتمنى ان التسجيل يكون عجبكم واستفدتم منه. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم جنبنا الرياء، اللهم امين. اللهم تقبل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم جنبنا الرياء وارزقنا الاخلاص في القول والعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. أرجو من الله أن يكون هذا العلم ينتفع به، وأن يرزقني الله به خيرا في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل هذا العمل، اللهم آمين.